عندنا هنا ده تابوت من الدولة الوسطى، بياخد شكل المصطبة زي ما احنا شايفين. التابوت دوت تعرض للإصابة بالنمل الأبيض زي ما احنا شايفين. النمل أكل العديد من الأجزاء منه، هنلاقي أماكن الأنفاق موجودة والثقوب اللي النمل الأبيض عملها. التابوت كان شبه ألواح مفككة، تم تجميعه كان من أول وجديد. هو كان معروض في التحرير قبل كده، وكان مجمع بمسامير من الصلب. تم إزالة المسامير واستخدام كوايل بدل المسامير، لأن المسامير عملت صدى في الأجزاء المختلفة هنا. إحنا بقى استخدمنا كوايل خشبية وقدرنا نجمع الأربع جوانب بتاعة الصندوق مرة تانية عشان نحافظ على الهيكل الخارجي بتاعه بالشكل ده. كمان الأجزاء عندنا من اللم الأبيض عملها الأنفاق والثقوب، تم عمل استكمال تدعيمي ليها بحيث إن أنا برضو أوري قطعة أحافظ على شكلها وأوري مظهر التلف كمان يبقى عامل إزاي. يعني هي هنا مش ناحية أثرية بس إن أنا بشوف قطعة أثرية، ولا إن أنا برمم قطعة عادية. ده أنا كمان هي وجود القطعة دي في حد ذاتها هو توثيق لمظهر التلف، إزاي التلف الحشري بيحصل وممكن يوصل إنه ياكل القطعة بالكامل. تمام، شكرا.